وللمزيد من التحليل تنضم إلينا السيدة نادية البلاسي محللة أسواق مالية. أهلا بك سيدة نادية. اليوم الأسواق أو الأعين جميعها تترقب بيانات البي سي إي، هل ستؤثر هذه القرارات هذه البيانات على قرارات الفيدرالي؟ صحيح، مؤشر البي سي اي هو يعني البيان المفضل للفدرالي، ومتوقعين ان ياتي على نطاق واسع 2.5، وهذا يعني اعلى من اخر مره كانت عند 2.3%. فاذا جاء اعلى من التوقعات فهذا يعني في عنا ستيكي انفليشن، وسيكون يعني تحركات السوق كلها كان هيكون انه متوقعين تخفيضات اكثر من التوقعات الاخيره او الماضيه في شهر سبتمبر حسب الدوت بلوت، انه نحن منتظرين 50 نقطه اساس تخفيض 50 نقطه بمقدار 50 نقطه اساس في شهر نوفمبر، وعلى هذا الاساس الاسواق تسعر هذا الشيء. يعني راينا اسعار الذهب فيها مكاسب ما هو لهذه هذا الأسبوع، وأيضا تحركات السوق بإيجابية طبعا، يعني بالتفاؤل من تخفيض. هل أنت تتفقين مع التوقعات التي تشير بتخفيض 50 نقطة أساس؟ صحيح. في شهر نوفمبر. صحيح، يعني وسيكون معدل التضخم اليوم هو يعني الكونفيرميشن اللي ننتظره على هذا التخفيض. نعم. طيب في ظل جميع ما ذكرتي، أين ترين مستقبل الدولار الأمريكي في الربع الأخير من هذا العام؟ يعني في هذا الأسبوع رأينا عمليات بيع حادة على أسعار الدولار حتى مع البيانات الاقتصادية التي نوعا ما جاءت إيجابية، يعني معدل البطالة الذي جاء أدنى التوقعات، وهذا شيء يعني مفروض إيجابي للدولار، ولكن لسه في يعني عمليات بيع حادة. وأيضا مع التخفيضات سنرى أن الدولار سيكون يعني تحت بريشر من هذا الموضوع. نعم. طيب الذهب الذي وصل إلى تقريبا 2700 دولار للأونصة، برأيك ما الذي سيدعم أيضا ارتفاعات الذهب الفترة القادمة؟ طبعا الحافز الأساسي لأسعار الذهب حاليا هو التخفيضات أو التيسير، السياسة التيسيرية من الفيدرالي. وطبعا الحافز الرئيسي الثاني هو التوترات الجيوسياسية، والآن في تصاعدات يعني في هذه التوترات، الاثنين مع بعض يدعمون أسعار الذهب. وحتى البنوك الكبرى جولدمان ساكس ومورغان ستانلي رفعوا من توقعاتهم لأسعار الذهب إلى 2750 في نهاية هذا السنة، وحتى يعني نتوقع أيضا ارتفاعات بشكل أكبر إذا تم في التصاعدات في التوترات، وأيضا تخفيضات أخرى إذا تم في الـ PCE sticky inflation. نعم. طيب أيضا القفزات، تابعنا يوم قفزات على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية، ما أسباب هذه الارتفاع؟ وأيضا هناك علاقة يمكن مع الانتخابات الأمريكية في حال فاز ترامب وهو داعم رئيسي للعملات الرقمية، برأيك كم يعني تتوقعين؟ صحيح، يعني البيتكوين حاليا في بول رن، ويعني خلصنا من التصحيح الذي رأينا الأسعار دون مستويات 63، فالآن يعني احنا عند مستويات 65، وممكن أن حتى يعني نتواصل في هذه البول رن، ولكن الانتخابات وفوز ترامب سيكون يعني شيء جدا سيكون تأثيره كبير على أسعار البيتكوين، ولكن أعتقد أن احنا سنرى موجة تصحيح أخرى إلى مستويات 50,000 للبيتكوين قبل ما أن نشهد القفزة الأخيرة للبولران في نهاية هذا. نعم. طيب نتحدث أيضا عن النفط والأنباء حول عزم أوبك بلاس المضي قدما في خطة زيادة الإنتاج في ديسمبر، توقعاتك أيضا للنفط؟ يعني النفط لثالث يوم على التوالي هو في يعني يرى تراجعات، ويرى يكون تحت ضغط طبعا، وفقا على أنه سيكون في إنتاج أكثر من ليبيا، سيرجع الإنتاج من ليبيا، سيكون في إنتاج أكثر من السعودية، المملكة العربية السعودية. يعني هذا الشيء طبعا دول أوبك بلس لما تنتج أكثر هذا الشيء يسبب في تراجعات على أسعار النفط. حتى كان عندنا الكرود أويل إنفنتريز التي جاءت بتراجع، ولكن لم تدعم أسعار النفط، وحتى التحفيز من الصين يعني دعم النفط بعض الشيء، بس لم يكن هناك هذا التفاعل مع تحركات النفط، فسيستمر في اتجاه عرضي، وممكن أن نرى المزيد من الضغوطات في حال تم في. وأين ترين النفط؟ يعني ما دون مستوى
مستويات الـ WTI ما دون مستويات الـ 69. وارد جدا أن يعني حتى مع بداية الإنتاج في شهر ديسمبر ممكن أن نرى يعني الأسعار تستمر في الانخفاض، تراجعات كبيرة. نعم. سيدة نادية البلاسي محللة أسواق مالية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.